السلام عليكم. ده طريقة لتلوين الديسيبلين اللي موجودة في ملف النفس وركس، بحيث ان انا اتعود ان انا اول ما اشوف الحاجة اعرف ده تكييف، ده صرف، ده استراكشر، تمام. فهو بيديني بعض الالوان على اساس في الكلاش ريبورت ابقى موحدة في كل المشاريع بحيث ان انا اتعود عليها. ده تبع الكود بتاع ديزني اللي هو تبع نيويورك، فانا ببص كده اقول الاركتكشر هتاخد لون السيان، الكتريكال يلو، الميكانيكال هياخد جرين، الاستراكشر بلو، ونبدا بقى نشوف الكلاشات. مثلا الاركتكشر والاستراكشر هنبدا نشوف الحاجات اللي بينهم، غالبا ما بتبقاش فيه مشاكل كتيره، اغلب المشاكل بتبقى موجوده بين الشغل الام اي بي والاستراكشر، تمام. يعني في الاركتكشر والاستراكشر بيبقى ممكن الباب مثلا ما اتظبطش على الفلور مظبوط، فهو عامل كلاش مع الفلور مثلا. فهنا بنبدأ نشوف الكلاشات ونبدأ نديها الألوان بحيث إن احنا سهل على نفسنا الشغل.